الله يخليك يا استاذ احمد، تسلم، ربنا يخليك. ايه الاخبار؟ والله كل خير. النهارده الحمد لله عندنا خبر سعيد جدا بحجز عن ارصده نادي الزمالك، وده كان امر يعني لو تعلمون قد ايه هو كان خطير. صحيح. طبعا كان في مشكله ان الحسابات محجوز عليها بالكامل كلها، فشيء صعب جدا مؤسسه في حجم نادي الزمالك ما يبقاش عندها حسابات مصرفيه وتبدا تتعامل بشكل يا اما نقدي يا اما عن طريق تحويلات خارجيه، وده لا يليق بنادي الزمالك. وكان المشكله الاساسيه ان فيها ديون سياديه اللي هي ديون مصلحه الضرائب، دي بتبقى اهم ديون. صحيح. وليها اولويه في الحجز، والضرائب لما بتحجز عاده بتحجز على مديونيه كبيره جدا، هي الربط اسمها الربط، لكن لما بتروح للضرائب وبتثبت لها حسن النيه وتبدا تعمل لجان فحص وتعيد، تقدر ان انت توصل لتسويه معقوله جدا في حدود امكانياتك. طالما صدقت معاهم او التزمت معاهم بيرفع الحجز وبيلتزم معاك باقساط معينه. وده اللي حصل ما بين نادي الزمالك، وطبعا بدعم من معالي الوزير دكتور اشرف صبحي ودكتور محمد نعيد. طبعا يعني الاثنين صراحه قاموا بدور كويس جدا في يعني في الملف ده، زائد الاستاذ ممدوح عباس كمان تنازل عن الحجز عن الحسابات اللي كان لحسابه اللي كان لصالحه. بالظبط، تنازل عن الحجز وليس عن المديونيه، بس يعني خطوه برضو بادره طيبه. فعلى الاقل النادي بقى له حريه السحب والايداع في حساباته، يقدر يشتري حاجات بشيكات اجله، يقدر يدي لعيبه اقساط بشيكات اجله، يتعامل زي اي مؤسسه. يعني ده كان شيء مش طبيعي ان هو يبقى موجود في نادي الزمالك. كان شيء مرعب، وبالتبعيه هنحل بقى بعد الازمه دي هتلاقي القصه بتمشي بطبيعتها. عندنا ازمه قيد، عندنا قصه الغرامات، وطبعا اقربها اللي بسببها ازمه القيد دي غرامه سبورتنج لشبونه. عايزين نعرف وصلت لحد ايه، هل تواصل النادي مع سبورتنج لشبونه ليه؟ بص استاذ، يعني اقول لك قبل ما ندخل في ازمه سبورتنج لشبونه، انا بشبه يعني ازمه او يعني الوضع في نادي الزمالك زي عارف كره الخيط زمان لما كانت تبقى متشابكه ويقعد واحد يفكها يعني بالهداوه كده واحده واحده. هي بالظبط كره خيط مليانه مشاكل، كان من ضمن المشاكل دي حسابات البنوك، الحمد لله عدت. دلوقتي باذن الله شغالين على القيد برضو، فكره رفع وقف القيد دي استاذ عمرو ادهم شغال فيها يعني بتركيز شديد مع نادي سبورتنج لشبونه ومع بقيه الملفات، بس هي دي ميعادها في يناير. فيعني ان شاء الله حتى لو في مفاوضات هيبقى الانتهاء منها بحلول شهر يناير باذن الله. طب انا عشان بس كان في بدايه كلامه في بدايه سؤالي بقول لحضرتك ان بعد رفع القيد او رفع الحجز على الارصده بالتبعيه هنبدا نشتغل على الملفات والتحديات الاخرى والازمات الاخرى في نادي الزمالك. ايه اقرب ملف ممكن يكون حجز الارصده ده هيقرب نادي الزمالك وادارته انها تشتغل عليه لحل ازمه جديده؟ لا هو ملف مهم جدا وداخل في كل الملفات، يعني فك حجز الارصده ده هتلاقيه معاك في كل ازمه. يعني انت لو عايز تدي شيكات للعيبة، عايز تدي تشتري صفقات، تدي شيكات اجله للانديه، كل ده انت كنت محروم منه تماما. جاي لك فلوس بشكل طبيعي من الراعي او من اي حد، كنت بتعمل عمليات تحويل من خارجيه غير يعني مش عايز اقول غير قانونيه بس غير منطقيه حتى. صح. فانت كده عندك سيوله في كل القرارات، اي تعاقد مع راعي، تعاقد مع لاعب، اي حاجه، انت كده في حريه في التعاقد، حريه في الصرف والايداع، وده الطبيعي في اي مؤسسه. يعني ده المفروض ده كان يبقى العادي في اي مؤسسه. سمعنا او شفنا بعض الارقام كده في ارصده نادي الزمالك اللي تم تسديدها لمصلحه الضرائب، ولكن عايزين نعرف برضو هل ارصده النادي كان فيها مثلا فلوس وتم تقييد هذا الحساب او تم الحجز على حساب وكان فيه فلوس؟ لا كان فيه مبالغ بسيطه، ما كانش مبالغ كبيره. يعني مش هتبقى مبالغ كبيره تخليك تحل حاجه دلوقتي. لا هو برضو مش ده الهدف الاساسي. يعني هو زي ما بقولك الهدف هو فكره وجود حساب اصلا، لكن المبالغ ما كانتش كبيره، والضرائب طبعا استوفر جزء من مديونيتها كمقدم للتسويه، وباقي التسويه بعد كده يبقى. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. المتحدث الرسمي لنادي الزمالك طلع بخبر صار اخيرا لنادي الزمالك، وهو فك الحجز عن ارصده نادي الزمالك، واصبح نادي الزمالك كأي مؤسسة عادية إن عنده حساب بنكي يقدر إن هو يحط فلوس ويسحب فلوس ويتعامل بشيكات، ويقدر إن هو نادي الزمالك
عايز يوصل للنور واحده واحده. الراجل المتحدث الاعلامي بيقول لك كره الخيط بتاعت زمان، الكره الشراب، الكره اللي هي يعني عايز، هو عايز يقول ان الموضوع كبير والموضوع كله مشاكل وانت بتحل حاجه حاجه. فنادي الزمالك لسه ما يعني هو الاول بياخد المشاكل اللي هو ورثها عن، وقلنا قبل كده مرارا وتكرارا هنا على قهوه الخواجه، المرشح لرئاسه نادي الزمالك ده راجل بيحب نادي الزمالك، وراجل رايح للوش برجليه، راجل رايح يحل مشاكل وقف قيد ورفع الحجز ومشكله سبورتنج لشبونه وعقود لعيبه وعايز صفقات ودلوقتي عايز مدرب وبيع لعيبه وقرارات صائبه وقرارات صارمه، كل ده بينتج عن اداره نادي الزمالك اللي هي عارفه ومتاكده ان كل الكلام ده هي وصلت هيتحط على ترابيزه الاجتماعات في يوم من الايام. ونادي الزمالك بيقول خبر صار لجماهيره ان نادي الزمالك اترفع، وبيوجه الشكر للسيد ممدوح عباس على التعاون مع المجلس الحالي. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، دايما كل جديد على قناتكم.